مساء الخير على كل مشاهدينا ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. حلقة جديدة من برنامج الترند. الحلقة النهاردة مهمة جدا وسخنة قوي والأحداث فيها كتير في الحقيقة، وللأسف هي أحداث مؤسفة جدا جدا. احنا هنحط حضراتكم في الصورة لحظة بلحظة وكل اللي بيحصل هناك في المغرب، وأكيد حضراتكم دلوقتي متابعين من خلال السوشيال ميديا كل اللي بيحصل. هيكون معاكم في حلقة النهاردة من الترند، لأن اللي بيحصل في الحقيقة أمر غير مقبول، وفي عدم تقدير كبير جدا لأكبر نادي في أفريقيا اللي هو النادي الأهلي، أكبر نادي بأكبر تاريخ في أفريقيا اللي هو النادي الأهلي. مهما عملت مش هتعرف تجيب الأهلي في بطولاته ولا ألقابه ولا إنجازاته ولا أي حاجة خالص. عايز تاخد البطولة خدها في الملعب، وإحنا أول ناس هنبارك لك، لكن بالطريقة دي ده أمر غير مقبول بالمرة. خليني أبتدي بالعناوين سريعا عشان أدخل في الحلقة، لأن الحلقة في الحقيقة مليئة بالأحداث والتصريحات الهامة جدا. نبتدي بالعناوين، يلا بينا. في ترند الأهلي ال 11 يا أهلي بإذن الله. الأهلي على بعد 90 دقيقة من تحقيق إنجاز جديد بإذن الله واحد أحد. وأخيرا وصول الدفعة الأخيرة من الجماهير لكازابلانكا. طبعا منتظرين تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة النهاردة. توقعات حضراتكم لنتيجة مباراة الأهلي والوداد في النهائي الأفريقي اللي بيتلعب على مركب محمد الخامس. أنا بشوف أن الأهلي النهاردة بيلعب فرقتين في الحقيقة، مش فرقة واحدة بس، الوداد بجمهوره والاتحاد الأفريقي هي الفرقة التانية. فأنت بتقابل فرقتين أول مرة في التاريخ نلعب فرقتين في ماتش واحد في 90 دقيقة واحدة. فاحنا هنستنى تفاعل حضراتكم معنا من خلال صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وانستغرام. توقعاتكم للنتيجه ومين يسجل الاهداف باذن الله تكون في صالح النادي الاهلي. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل بقى كل الكلام المهم، وهنتكلم عن التعنت الواضح جدا اللي بيحصل من كل الاتجاهات وكل الجهات في اتجاه النادي الاهلي. استنونا. هو في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل مع الاهلي ده؟ وليه؟ وعشان ايه؟ ده هما 90 دقيقة في الملعب. اللي يستحق يكسب يفوز. هنسقف له. لكن بيتعمل مؤامرات كتير جدا جدا حوالين الفرقة النهاردة. كل الدلائل وكل الأحداث اللي بنعيشها خلال الساعات الحالية، ومش بس الساعات الحالية، ده من أول الأزمة خالص، اندلت بتدل على ايه؟ التوجه الواضح والمعلن من الاتحاد الافريقي ها ناحيه الوداد وتحيزه ناحيه الوداد. الاتحاد الافريقي عايز يدي البطوله للوداد، ماشي، لكن كمان تعمل لي ازمات في المدرجات، كمان جمهوري اللي عايز يحضر مش عايز تخليه يبقى موجود، وتغير الاماكن رغم الاتفاقات اللي تمت، سواء اماكن بتتعلق بالبنرات بتاعه النادي الاهلي او اماكن الجماهير نفسها. طب ليه يعني؟ ايه الهدف من كده؟ لا خد بقى وزيد على الكلام ده كله ايه المهندس خالد مرتجي وهو بيتكلم مع الامن المغربي اللي بيحاول يغير البنرات، اماكن البنرات واماكن جماهير النادي الاهلي، وبيقول للمهندس خالد مرتجي كمان ايه، بيقول له لا ده جمهور الوداد هيخش كمان في الحته دي. يقول له يا فندم احنا منسقين مع الكاف. قال له الكاف ده ملوش لازمه. ما هو طبعا الكاف ده ملوش لازمه، ما هو طبعا الكاف. وخلي بالك انا مش بقول لك اي كلام، اهو ده كلام في اللايف وانا هزعقه لكم دلوقتي هتسمعوه بالحرف. ما هو طبعا الكاف ملوش لازمه، ما هو الاتحاد المغربي لكره القدم ها ومسؤوليه ونفوذهم قدروا ان هم يتحكموا في الكاف بشكل كامل، قدروا ان هم يلعبوا الماتش على ملعبهم رغم ان هو ماتش واحد ومن المفترض انه يبقى في ملعب محايد. قدروا ان هم يستغلوا كل الظروف والنفوذ ها لتحقيق اللقب لفريق الوداد. تعالوا نسمع المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أمين صندوق النادي الأهلي، نشوف هيقول إيه ونرجع نشوف اللي حصل بالظبط في اللايف ده. تعالوا نسمع ونرجع، يلا بينا. Thank you.
مع بعض. جمهوري ما جاش هنا انا هعمل مصيبه هنا. انا بس بقول لك يعني. ينفع اللي بيحصل ده؟ ها؟ انا اللي عاجبني في المشهد ده كله ان المسؤولين نفسهم بتوع النادي الاهلي بنفسهم في مدرجات النادي مدرجات جماهير الاهلي بيحلوا الازمه بيشوفوا الوضع. لا حل لي الموقف والحسم في الكلام، لا ده مهم جدا. احنا هنهرج؟ خلينا سريعا نعرف ايه اللي وصلت ليه الازمه، نروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي والمتواجد مع البعثه هناك في المغرب عشان يقول لنا كل الجديد. يا فاروق اهلا بيك. برحب بك امير وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. مش هزيد على الكلام اللي قلته امير، وقوه مجلس اداره النادي الاهلي والحسم اللي بنشوفه من مجلس اداره النادي الاهلي هو عنوان الكثير من الاحداث. قناه النادي الاهلي بتغطي كل الاحداث، متابعين قناه النادي الاهلي، متابعين موقع النادي الاهلي، كل الامور الجمهور شايف والامور والتعنت الموجود من قبل مسؤول الكاف من مسؤول الاتحاد المغربي في التنظيم. لكن خليني اقول لك حالا يعني كان وصول المهندس خالد مرتجي والكابتن حسام غالي من مركب محمد الخامس بعد خلاص الحصول على تاكيدات بقاء جمهور النادي الاهلي في المكان المحدد من قبل قبل الاجتماع الفني، وتم تحديده في المكان اللي في الاجتماع الفني ان ده هيكون مكان جمهور النادي الاهلي، وتم تعليق البنرات الخاصه بالنادي الاهلي. مهندس خالد مرتجي كابتن حسام غالي خدوا موقف حاسم، وبالتالي تم الاستجابه مش هقول طلبات النادي الاهلي، هقول حقوق النادي الاهلي. صح يا امير. صح صح هي حقوق النادي الاهلي، هي مش طلبات، هي حقوق النادي، حقوق النادي الاهلي. تم السماح بحقوق النادي الاهلي. النادي الاهلي كتير جدا من الامور وشايفين تعنت كبير جدا يا امير، لكن ان شاء الله يا امير كل الامور دي هتزيد من اصرار ومن شخصيه لعيبه النادي الاهلي. عايز اقول لك كمان يا امير ان في امور تم الاتفاق عليها في الاجتماع الفني، بنشوف امور بتتغير، لكن مجلس اداره النادي الاهلي اللي بيتحرك ما بيستناش يا امير. سريعا توجه المهندس خالد مرتجي، توجه الكابتن حسام غالي، الكابتن محمود الخطيب بيتابع كل التفاصيل، الكابتن سيد، كابتن محمود الخطيب. انا عايز اقول لك يا امير فاصل الامور تماما عن اللاعبين، عندنا 90 دقيقه هنركز في ال 90 دقيقه كل الكواليس وكل الاحداث يا امير، اكيد متابعين على قناه النادي الاهلي وموقع الموقع الرسمي للنادي الاهلي. طيب انا اللي يهمني بقى فاروق في القصه دي كلها الفريق اخباره ايه؟ هل مفصول تماما عن الاحداث اللي بتحصل دي ولا لا؟ لان ده امر غايه في الاهميه. امير من يعني اول يوم وصلنا قبل ما تعرف كل الاحداث، قبل ما يكون في احداث كتير جدا، الكابتن محمود الخطيب في كلامه في جلساته عايزين نفصل اي جو عام خارجي عن اللاعبين. اللعيبه عندها 90 دقيقه، قال الكابتن سيد انتوا دوركم جوه الملعب، دوركم 90 دقيقه، في ادوار كتير جدا لكل فرد داخل منظومه النادي الاهلي خارج الملعب، بالتالي الامور مفصوله. عايز اقول لك يا امير وانت اكيد متعود على هذه الامر يعني في رحلات كتير جدا مع النادي الاهلي، بالامس يا امير في تمام الساعه الثانيه فجرا كان في يعني الالعاب الناريه واطلاق الالعاب الناريه، ثم مره ثانيه الساعه 5:30. امور كتير جدا معتاده يا امير تمام، انت عارف طبعا الاحداث اللي لكن يعني مواضيع ومناوشات بتعدي وبتمشي والامور خلاص. اللعيبه معزوله، اللعيبه مركزه، مستر بيتسو موسيماني بيعقد جلسات فرديه من اهم المباريات اللي مستر بيتسو موسيماني بيعقد جلسات فرديه مع اللاعبين، جلسات ثنائيه مع اللعيبه الاثنين او ثلاث لاعبين في مركز، لاعبي خط الوسط، امور كتير جدا يا امير. الدوافع النفسيه، كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن محمود الخطيب في كلامه مع اللاعبين، مجلس الاداره، ادوار كتير جدا يا امير متقسمه. خليه نحل باللفظ يا امير زي ما
الموضوع لخلية نحل داخل بعثة النادي الأهلي ومقر إقامة النادي الأهلي، الأهم فيها يا أمير هي سرعة التحرك وسرعة اتخاذ القرار، وزي ما أنت قلت يا أمير هو الحسم الموجود من مجلس إدارة النادي الأهلي، كل الأمور إن شاء الله. اللعيبة معزولة مفصولة تماما، عندنا 90 دقيقة هنوفر جو مناسب إن شاء الله تظهر فيه روح وشخصية لعيبة النادي الأهلي في هذه المباراة بإذن الله يا أمير. بإذن الله يا فاروق. طيب امبارح كان في الأزمة بتاعت التذاكر وتصريحات الأستاذ العمري فاروق امبارح نائب رئيس النادي، واللي قال ان احنا ما خدناش غير 2000 تذكره، الموقف وصل لحد فين دلوقتي والعدد المتوقع حضوره من جماهير النادي الاهلي، وهل استلمنا التذاكر بتاعتنا ولا لا، وهل الجماهير خدت تذاكرها ولا لا؟ ليه اقول لك يا امير، طبعا انت ما استلمتش التذاكر بتاعتك بالكامل، طبعا انت كان متحدد لك 10000 تذكره بالزبط. بالامس زي ما النادي الاهلي صرح 2500 تذكره. من الحاجات الغريبه برضو يا امير اللي لمسناها النهارده ان مسؤول من الاتحاد المغربي هو اللي كان واقف النهارده بيوزع التذاكر. طب النادي الاهلي سال طب ليه التذاكر دي ما جاتش للنادي الاهلي، هو اللي يوزع التذاكر. امير في تذاكر امير بقول لك سعر التذكره وصل في السوق السوداء ل 3000 درهم، امر كبير جدا ده، ان ده اللي بيدل على الخلل اللي موجود من مسؤول الكاف مسؤول الاتحاد المغربي في عمليه بيع التذاكر. عايز انبه لنقطه مهمه جدا يا امير، مسؤول الكاف الاجتماع اللي كان ما بين مسؤول الكاف واللجنه المنظمه وايضا في الاجتماع الفني تم التاكيد على نقطه مهمه جدا، قال ان التذاكر التي لن تباع ستبقى المدرجات شاغره. يعني في بيتكلم ان النادي الاهلي خد 1500 تذكره، فبالتالي انت متبقي ليك يا امير 7500 تذكره، التذاكر اللي انت ما خدتهاش هتبقى اماكنها شاغره، ده بنأكد عليه ودي امور كتير جدا بنأكد عليها. أيوة يا امير، استنى لان النقطه دي مهمه قوي يا فاروق، استنى بس اقف عند النقطه بتاعت ان الاماكن هتبقى شاغره حتى لو العدد مش 10000 من جمهور النادي الاهلي، هل فعلا الاماكن هتبقى شاغره ولا احنا امبارح برضو عرفنا ان الامن المغربي والوداد عايزين يدخلوا جماهيرهم لو في اماكن شاغره من اماكن جماهير النادي الاهلي، حقيقه الوضع ده ايه؟ امير اجتماعين تموا، اجتماع ما قبل الاجتماع الفني، اجتماع كان هنا من مسؤول الكاف مع النادي الاهلي مع الجانب الاداري، تم التاكيد وتم ابلاغ الاتحاد المغربي بهذا الامر، والامر كمان يا امير تم تداوله ما بين الاوساط الاعلاميه المغربيه ان هذا الامر ان الاتحاد الافريقي او الكاف بلغ ان التذاكر التي لن تباع ستبقى اماكنها شاغره، تم التاكيد على هذا الامر طبعا. وتم التاكيد عليه مره اخرى في الاجتماع الفني ما قبل طبعا المباراه اللي كان بالامس، تم التاكيد على هذا الامر ان التذاكر التي لن تباع ستبقى اماكنها شاغره. هنا السؤال على البنرات بطمنك الكابتن حسام غالي، هنا السؤال برضه، هنا السؤال يعني احنا دلوقتي مش الاهلي خد المفروض ان هو اشترى التذاكر بتاعته؟ طيب احنا ما خدناش التذاكر اللي احنا دفعنا فلوسها واشتريناها ليه؟ عشان نوزعها على الجماهير بتاعتنا، ليه مش عايزين يدونا التذاكر؟ طب ما افرض اوكي اهلا وسهلا الاماكن هتبقى شاغره، طب افرض احنا عندنا عدد من الجماهير موجود عايز يحضر المباراه، هندي له التذاكر ازاي؟ ما احنا اللي بنوزع واعلنا عن مكان نوزع من خلاله التذاكر، طب ليه بيحصل كده؟ تعنت غريب يا امير، وده اللي بنأكد عليه ان التذاكر زي ما قلت لك اليوم مسؤول من الاتحاد المغربي يعني معاه مجموعه من التذاكر وهو اللي بيدي التذاكر كمان يا امير، يعني بيدي التذاكر للمقيمين فقط، فامور كتير جدا. النادي الاهلي لم يستلم الحصه بالكامل من تذاكر المباراه، يعني مش عايزين نزيد يعني يا امير، اكيد انت لامس الامر التغطيه اللي شغاله على قناه النادي الاهلي على الموقع الرسمي للنادي الاهلي متابعين كل التفاصيل. الامر التذاكر تعنت غريب جدا يا امير، وكان تعنت بالامس يا امير في المؤتمر الصحفي اثناء دخولنا يعني، لكن ان شاء الله يا امير من المواقف الصعبه بيظهر معدن الابطال، وفي المواقف الصعبه ياما مر النادي الاهلي بمواقف صعبه، الامور دي يا امير ما بتضعفش النادي الاهلي، بالعكس الامور دي بتزيد من صلابه لعيبه النادي الاهلي، بتظهر فيهم شخصيه النادي الاهلي، عشان ان شاء الله باذن الله يا امير الرد يكون في الملعب باذن الله. طيب انا برضو عشان في جزئيه انا عايز افصل ما بينها وما بين الاحداث اللي بتحصل، وهي العلاقات ما بين مصر والمغرب هتفضل طبعا في افضل واعلى مستوياتها، ده امر مفروغ منه بشكل تام. انا عايز اسالك يا فاروق، مثلا انتوا ماشيين في الشارع ككرو عمل لقناه النادي الاهلي، ازاي بتتقابلوا؟ ازاي الناس بتتعامل معاكم؟ والامور بالنسبه لكم ماشيه ازاي؟ امير اعتقد يعني انت يعني لمست نقطه في غايه الاهميه، الكابتن محمود الخطيب في بدايه كلامه في بدايه بياناته لما اتكلم قال لك المشكله او الامر يتعلق ما بين النادي الاهلي ومسؤول الكاف، ليس الاتحاد المغربي او دوله المغرب طرف في هذا الامر، لهم كل الاحترام والتقدير. واعتقد يا امير انت لمست ان احنا لما عملنا تقرير في قناه الاهلي شفنا مع جماهير من الوداد جماهير المغرب، نزلنا تجولنا في شوارع المغرب، الامر ان ده اللي بيدل في علاقه قويه جدا
ما بين الشعب المصري والشعب المغربي، في ترابط، في صله رحم ما بين الشعب المصري والشعب المغربي. ودي الامور اللي احنا بناكد عليها. الخلافات هي خلافات ما بين الاهلي او مسؤولي الاهلي، او مش هقول خلافات، حقوق النادي الاهلي وتعنت من قبل لجنه منظمه، من قبل مسؤولي الكاف، ليس الشعب المغربي، ليست المغرب يعني بكل اطيافها، يعني طبعا كلهم اشقاء، والامور دي ان دلت بندل على الترابط ما بين الشعب المصري والشعب المغربي، ولكن هو هناك تعنت في 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 امور خاصه بالمباراه، تعنت من قبل مسؤولي الكاف، لكن ده لن يقلل ابدا من العلاقه اللي ما بين الشعب المصري والشعب المغربي. امير ده مهم. طيب فاروق، لنا برنامج بقى الفرقه النهارده، الامور كانت ماشيه ازاي منذ الصباح وحتى موعد المباراة؟ وعايز اطمن بالتحديد عن عمرو السولية يا فاروق، لان كان في كلام ان عمرو مش جاهز، بعد ما كان الكلام ان عمرو جاهز، هل هتعرض لاصابة جديدة؟ هل في اي حاجة ولا كله جاهز بنسبة 100% فيما عدا محمد عبد المنعم؟ رد عليا في السؤالين دول بعد اذنك. يلا خليني اقول لك يا امير سريعا، طبعا يعني ناكد برضه على سلبيه مسحه لاعب النادي الاهلي النهارده. اللاعبين تناولوا وجبه الافطار في تمام الساعه 10 صباحا، ثم طبعا وجبه الغداء كانت في تمام الساعه 2. بعد لحظات مستر بيتسو موسيماني هيعقد المحاضره الفنيه مع اللاعبين، ثم وجبه خفيفه للاعبين قبل التحرك في تمام الساعه 6:10 الى مركب محمد الخامس. انا بطمنك على الحاله الفنيه، الحاله البدنيه، كل جاهزيه كل اللاعبين يا امير، زي ما قلنا مسبقا ومن قبل باستثناء محمد عبد المنعم، كل اللاعبين من اول الشناوي مرورا بكل اللاعبين بخط الدفاع، بخط الوسط، بالسوليه، بحمدي فتحي، بديانج، بقفش، بكل اللاعبين، كل اللعيبه يا امير، الحاله الفنيه والحاله البدنيه والامور كلها على افضل ما يكون للاعيب النادي الاهلي، زي ما انت قلت يا امير، باستثناء هي عدم لحاق محمد عبد المنعم بهذه المباراه. ربنا يكرمنا فاروق، ان شاء الله هيكرمنا باذن الله واحد احد، وترجعوا لنا بالسلامه بالبطوله ان شاء الله، رقم 11 في تاريخ النادي والثالثه على التوالي. وهنتابع معاك يا فاروق لحظه بلحظه. انا بحييك كل التحيه في الحقيقه على المداخله القيمه دي المليئه بالمعلومات، وطمنتنا بشكل كبير، ويا رب دايما التوفيق لك يا فاروق وللفرقه ان شاء الله في مباراه اليوم. بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا العزيز فاروق صلاح موفد قناه النادي الاهلي في المغرب، طمنا بشكل كبير جدا. هروح لفاصل، بعد الفاصل لسه عندنا كلام وحديث كتير عن ما يحدث اليوم قبل مباراة الأهلي والوداد، استنونا. طيب عشان نقفل القصة دي بشكل رسمي، خلاص تم حل الموقف طبقا للتأكيدات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. قال لك إيه؟ قال لك خلاص يا جماعة، إحنا على اتفاقنا، الجماهير هتبقى في مكانها والبنرات بتاعة الأهلي تبقى في مكانها، مفيش أي مشكلة. طب ليه بتصدروا لنا أزمات؟ مش عارف ليه بتحاولوا يعني تحطوا لنا عراقيل، بتحاولوا تشتتوا تركيزنا، انا مش عارف. يعني المفروض كاتحاد افريقي ها وكامن مغربي، ممكن يكون تصرف فردي، عشان مش عايز اعمم برضه، لان الناس طبعا محترمه وكل حاجه زي الفل، لكن ممكن يكون تصرف فردي عن عدم درايه. لكن في نفس الوقت انت خلقت لي ازمه من ضمن الازمات الكتير اللي كانت بتخلق خلال الفتره اللي فاتت، وكان من ضمن الازمات هو موضوع التذاكر امبارح بالليل، وشفنا تصريحات معالي الوزير العمري فاروق امبارح، تصريحات كلها كانت يعني مهمه جدا، وقال لك احنا مش عايزين يدوا لنا التذاكر، ومش عارفين احنا بيتعامل معانا كده ليه. لا يا جماعه، انتوا عايزين الاهلي يخسر، اكسبوا الاهلي في الملعب، ما فيش اي مشكله، دي كره قدم، عايز تكسب الاهلي اكسبه في الملعب، لكن تحاول تخلق ازمات للاهلي عشان تاثر عليه، بعون الله بعون الله الاهلي ما هيتاثر، تمام؟ بعون الله هنقدر نكسب النهارده، عشان نبقى كسبنا فرقتين، خلي بالك، ركز معايا، احنا لو كسبنا النهارده هنكسب فرقتين. فريق الاتحاد الافريقي لكره القدم المتحيز تماما للوداد المغربي، وفريق الوداد المغربي المحترم بجماهيره المحترم. هتبقى مباراه تاريخيه بالنسبه للنادي الاهلي، ومن اصعب المباريات في تاريخ النادي الاهلي، رغم كل الاجواء اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي على الشاشه وكل الظروف اللي بتحصل دي، لكن احنا عندنا لعيبه ابطال بشخصيه كبيره، تمام، بتركيز موجود، بجهاز فني محترم، هنعمل مباراه كبيره ايا كانت ايه الظروف، بجمهورنا اللي مسافر وتعبان ورايح ودافع دم قلبه عشان يقف ورا الفرقه اللي جايين من كل انحاء العالم. دول الناس دول لازم نحييهم ولازم نشكرهم، بنشكرهم، دول بيعشقوا الاهلي، رايحين يقفوا ورا الفرقه، والنهارده هتسمعوا صوتهم، رغم ان جمهور الوداد اكتر بكتير، رغم ان احنا ما خدناش كل التذاكر بتاعتنا، بس هتسمعوا صوت المجموعه اللي هتكون موجوده ايا كان عددهم، هيقفوا ورا فرقتنا وهيساندوهم بشكل كامل. انا بقى المشهد ده بالنسبه لي مشهد للتاريخ،
اما يكون امين صندوق النادي الاهلي ها المهندس خالد مرتجي وعضو مجلس اداره النادي الاهلي الكابتن حسام غالي ومدير اداره التسويق والتعاقدات بالنادي الاهلي الكابتن امير توفيق رايحين بنفسهم ها ومطالعين لايف من خلال صفحه القناه صفحه النادي الرسميه على السوشيال ميديا او صفحات الرسميه على السوشيال ميديا تمام وبيسجلوا اللحظات لحظه بلحظه بيسجلوا الاحداث لحظه بلحظه وشوف حسم المهندس خالد مرتجي ها وهو بيقول يا جماعه انتوا كده بتصدروا لنا مشكله لا احنا كده هيبقى في مش هنسكت لازم لا هنحل انتوا بيتعامل معانا كده احنا يا جماعه في بلدنا الثاني احنا في بلدنا الثاني وفي الحقيقه برضه الواحد راح هناك المغرب كتير وشاف التعامل ازاي جميل وحاجه زي الفل لكن التصرفات الفرديه دي غير مقبوله لازم يكون في تقدير كبير قوي لاسم النادي الاهلي يا جماعه الاهلي لما بيروح اي حته الناس تحتفل بيه لان ده النادي الاهلي الاهلي لما بيلعب اي ماتش الجمهور بيبقى مليان في المدرجات عشان يتفرجوا على النادي الاهلي ونجومه ويشوفوا تاريخ النادي الاهلي فلازم التقدير للنادي الاهلي يكون اكبر من كده بمراحل المهم بالنسبه لي ان خلاص الازمه دي اتحلت رغم ان احنا زي ما فاروق قال لنا من شويه ان احنا لسه ما استلمناش كل التذاكر الاهم بالنسبه لي والنقطه دي انا ركزت فيها مع فاروق ان يا جماعه الاماكن اللي هتكون شاغره من ضمن ال 10,000 مقعد المخصصين للنادي الاهلي في مركب محمد الخامس ما حدش يخشها من جمهور الوداد منعا لحدوث اي شيء ما نتمناش حدوثه فمهم قوي ان حتى لو العدد ما اكتملش وما استلمناش التذاكر بتاعتنا تبقى الاماكن شاغره ده اهم شيء ففي كل الاحوال ان شاء الله ربنا هيكرمنا النهارده وباذن الله واحد احد نقدر ان احنا نكسب المباراه وتاني وتالت وعاشر تاني وتالت وعاشر ككوره والله العظيم ككوره في الملعب احنا افضل رغم ان انت ممكن تكون افضل وتخسر فنيا مفيش اي مشكله تكتيكيا ممكن وارد جدا الفرقه تكون مش في يومها والفرقه الثانيه تبقى في يومها دي كره قدم وده شيء عادي جدا وارد حدوثه لكن كامكانيات فرقه لا احنا فرقتنا افضل كامكانيات بدنيه وتكتيكيه وكل حاجه لا احنا افضل مع كامل الاحترام والتقدير للوداد المغربي حتى والوداد على ملعبه وبالمناسبه انا يعني مش عارفه يا حاجه انا بالنسبه لي مستغربه وكل الناس مستغرباها انت كاتحاد افريقي مش اتحاد افريقي بس ده الاتحاد المغربي والاتحاد الافريقي بيهيئوا كل الظروف للوداد عشان يكسبوا انا بشوف ان ده اكبر ضغط على فرقه الوداد كلاعيبه وجهاز فني ان انت دلوقتي بص بقى انت مالكش حجه بقى ده انا مديك ملعبك اهو تلعب عليه انا مديك جمهورك اكتر بكتير موجود عامل لك كل ظروف بخلق ازمات للاهلي المفروض تكسب بقى الوداد لو ما كسبش النهارده تبقى كارثه بالنسبه للوداد لان متهيأ له كل الظروف على عكس الاهلي بيتحط له كل العراقيل وباذن الله رغم كل العراقيل والضغوط دي الاهلي هو اللي هيكسب باذن الله واحد احد ان شاء الله لو الامور مش طبيعيه وهتمشي طبيعيه باذن الله خلال احداث المباراه وما قبل المباراه وانا بيهمني قوي سلامه جمهورنا وجمهور الوداد طبعا وكل الجماهير باذن الله تعالى اروح لفاصل بعدين نرجع نكمل استنونا اهلا بحضراتكم مره ثانيه نهدى بقى كده ونركز في ماتشنا تمام شفنا الاحداث كلها ويعني نقلنا لحضراتكم كل التفاصيل فعايزين نشوف ايه الاخبار اللي بتتعلق بالاهلي النهارده من خلال ترند الاهلي والحسابات الرسميه المختلفه على السوشيال ميديا احصائيات بقى وارقام وجانب تحليلي وتوقعات للتشكيل كل الامور دي هنتطرق ليها خلال ترند الاهلي نبتدي بحساب جول على تويتر واللي بيقول ان الاهلي والوداد نهائي دوري ابطال افريقيا الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره في مركب محمد الخامس الاهلي من اجل انجاز لم يحدث من قبل باذن الله الاهلي يسعى للتتويج بالبطوله للمره الثالثه على التوالي موسيماني واللاعبين يسعون لكتابه تاريخ جديد للقلعه الحمراء هيحصل ان شاء الله باذن الله لان احنا عندنا فرقه قويه وعندنا لعيبه بشخصيه مميزه جدا في الملعب ولعبنا على الملعب ده كتير وعندنا خبرات كبيره وعندنا رصيد كبير جدا من الالقاب فامكانياتنا تسمح امكانياتنا تسمح ان احنا نكسب رغم كل الظروف تعالوا نروح لحساب دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه على تويتر قال لك مباراه واحده من اجل المجد من يحقق الذهب في النهائي يعني بيطرحوا تساؤل لان طبعا هي مباراه كبيره في كل الاحوال الاهلي فريق تقيل بتاريخ كبير في المقابل انت بتلاعب فريق الوداد فريق تقيل
بتاريخ كبير بعناصر جيده على مستوى الجهاز الفني وعلى مستوى اللاعبين، والامور جيده بالنسبه لهم. فريق طبعا له كل الاحترام والتقدير، يعني فرقه قويه وصلت النهائي، يبقى فرقه قويه، فبالتالي الماتش هيبقى صعب جدا جدا. نتوقع مين؟ انا دايما ما بحبش اتوقع، لان دايما مباريات نهائي يعني، لكن يا رب يكون التوفيق حليفنا، يا رب تكون فرصنا افضل خلال احداث المباراه كفرص فوز، يا رب نستغل الفرص اللي ممكن تتاح لينا، لان كل فرصه هتتاح للنادي الاهلي في الماتش ده بظروفه هي فرصه من ذهب، فرصه غاليه. طبعا دي لقطات من مران الاهلي امبارح، اللعيبه الحمد لله جاهزين وطمنا من فاروق على الجزئيه دي، وفي معاد محمد عبد المنعم ده المران زي ما حضراتكم شايفين وجوه اللعيبه واضح جدا ان في تركيز كبير جدا، وفي طبعا الجديه طبيعي تبقى موجوده، الجديه مش موجوده النهارده هتبقى موجوده امتى يعني. ففي كل الاحوال ان شاء الله يكونوا موفقين، الاداره عملت اللي عليها، جمهور النادي الاهلي عمل اللي عليه على مدار الفتره اللي فاتت دي كلها من خلال ايه؟ مسانده كبيره، وحتى في الازمات اللي حصلت من الاتحاد الافريقي كان جمهور النادي الاهلي هو حائط الصد رقم واحد من خلال السوشيال ميديا، وشفنا ازاي الترندات والهاشتاجات اتعملت ازاي، وكنا رقم واحد على مستوى العالم، مش كنا ترند رقم واحد على مستوى العالم مش بس في مصر. فالجمهور عمل كل اللي عليه، الناس المحترمه اللي حضراتكم شفتوهم دلوقتي اعضاء مجلس الاداره ورئيس النادي عملوا كل اللي عليهم، يتبقى ان الجهاز الفني للنادي الاهلي واللاعبين يعملوا كل اللي عليهم في مباراه النهارده ويموتوا نفسهم في الملعب بلغه الكوره طبعا، ويقدروا ان هم يجيبوا لنا البطوله. هم عملوا برضو كل اللي عليهم على مدار فترات كبيره جدا كلها فاتت، لكن احنا اولاد النهارده، احنا ولاد النهارده عايزين نكسب ان شاء الله من خلال لعيبه النادي الاهلي الرجاله اللي هيعملوا ان شاء الله ماتش كبير النهارده. طيب تعالوا نروح للوطن الرياضي، الكابتن محمود الخطيب للاعبي الاهلي قبل مواجهه الوداد، كونوا على قدر المسؤوليه. هيكونوا على قدر المسؤوليه ان شاء الله، لعيبه يعني عندها خبرات كويسه وعندهم مسؤوليه، عندهم مسؤوليه، المسؤوليه لوحدها بتكمن في انك لابس تيشرت النادي الاهلي. اللي هو ايه تيشرت النادي الاهلي ده؟ اللي هو وراه ملايين من عشاق النادي الاهلي، مش في مصر بس ولا الوطن العربي بس ولا الشرق الاوسط بس، لا ده في العالم كله. فان شاء الله باذن الله هنكون او هيكونوا اللعيبه على قدر المسؤوليه وشرفونا النهارده. طيب يلا كوره، ثنائي الاهلي على اعتاب انجاز تاريخي، وانا على فكره اتكلمنا في الموضوع ده امتى؟ اول امبارح صح يا رجاله؟ اتكلمنا فيه اول امبارح وقلنا ان قفشه والسوليه يعني في النهائيات بيجيبوا اهداف مميزه ودورهم بيبقى بارز جدا، والسوليه جاب في ثلاث نهائيات، قفشه جاب في نهائيين منهم جون طبعا ده ما تنسيش يعني. فبالتالي قال لك في حال تسجيل قفشه والسوليه سيصبحان اول لاعبان في تاريخ القاره السمراء يسجلان في ثلاث نهائيات متتاليه. السوليه سجل في ثلاث نهائيات بس ما كانوش متتاليين، سجل في ماتش الترجي لو تفتكروا هنا في القاره اللي خسرناه او اللي خسرنا يعني مجموع المباراتين خسرنا اللقب يعني. لكن امام الزمالك الاثنين هدفوا، امام كايزر تشيفز الاثنين هدفوا، يتبقى النهارده مباراه الوداد باذن الله الاثنين يهدفوا ان شاء الله ويعملوا انجاز يعني فريد من نوعه. طيب خلينا نروح لحساب يلا كوره برضو اللي بيتوقعوا تشكيل النادي الاهلي النهارده، واللي قال لك التشكيل بيتمثل طبقا لتوقع يلا كوره. قال لك محمد الشناوي في حراسه المرمى، خط الدفاع علي معلول، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، محمد هاني في نص الملعب، حمدي فتحي، اليو ديانج قدام، احمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، والمهاجم تيرسي تاو. ده مجرد توقع حتى يا جماعه، لو التشكيل معروف احنا مش عايزين نقوله كقناه نادي طبعا. ليه؟ لان احنا اكتر ناس حريصه ان احنا نكون في ظهر الفرقه وما يعني ما نحاولش ان احنا نكشف اوراقنا يعني. طيب المصري الرياضي، موسيماني يستقر على الدفع بقفشه امام الوداد. وارد ان قفشه يبتدي، وارد ان يكون ورقه رابحه مهمه قوي بالنسبه لك على الدكه، على حسب مجريات المباراه تقدر تستخدم قفشه، لكن ادرى واحد بالتشكيل هو الراجل ده، هو الراجل ده ان شاء الله يكون موفق النهارده. طيب خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل، استنونا. طيب اهلا بحضراتكم مره ثانيه، خليني اقول لحضراتكم الخبر العاجل ده ومهم عشان نطمن من خلاله يعني. دخول جماهير الاهلي من بوابتي 5 و7 لمركب محمد الخامس بشكل رسمي، خلاص كده الازمه اتحلت بعد مجهود كبير جدا من اداره بعثه الاهلي
لحد ساعات قبل انطلاق المباراه، وكنا شفنا كلنا كل الاحداث دي. نجحت اداره بعثه الاهلي وبالتنسيق الكامل مع السفاره المصريه بالمغرب في التواصل مع مسؤولي كاف واللجنه المنظمه للمباراه في تخصيص بوابتي 5 و7 منفصلتين لدخول جماهير الاهلي، ده امر مهم. وفي ضوء المتغيرات والمفاوضات التي تمت خلال الايام الماضيه واستمرت حتى ساعات من قبل انطلاق المباراه، نجحت إدارة البعثة في تخصيص مدرجات سيكشن 13 وسيكشن 15 ليكون أماكن محددة ومنفصلة لجماهير الأهلي. مهم أوي الكلام ده، مهم أوي إن هي تكون منفصلة. ويستعد الأهلي مواجهة فريق الوداد إن شاء الله النهاردة الساعة 9 بالليل في مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا. وبالصورة زي ما حضراتكم شايفين كده، ده المدرج الخاص بجماهير النادي الاهلي بالبنرات بتاعتنا، هي اتحطت في اماكنها زي ما احنا كنا متفقين مع الناس. واحنا لما بنتفق على حاجه ما بنرجعش فيها، ما بنرجعش في كلامنا للاسف. ممكن البعض بيغير كلامه شويه، يحاول يعمل محاولات ويصدر لك ازمات، لكن المهم بالنسبه لي ان خلاص الجمهور بالبنرات بتاعته موجود في الاماكن المخصصه. طيب خلينا نكمل ترند الاهلي بعد ما اطمننا على جزئيه مهمه زي دي وقلنا لحضراتكم اخر التطورات. نشوف ايه الكلام تاني فيما يتعلق بالمباراه. حساب في الجول على تويتر قالوا تاريخ مواجهات الاهلي والوداد في دوري ابطال افريقيا 10 مواجهات، الاهلي فاز في 4 مرات، الوداد فاز في 2 والتعادل 4 مرات بين الفرقتين. يعني الاحصائيات في اتجاه النادي الاهلي، لكن ده ابدا 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 مش مقياس خالص يعني. طيب خلينا ناخد برضو لسه مع حساب في الجول على تويتر تاريخ الوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا. 4 مباريات نهائيه، فاز في 2 وخسر 2. عام 92 فاز ضد الهلال السوداني، عام 2017 فاز ضد الاهلي يعني كان ساعتها والله العظيم فضايح تحكيميه للاسف، لكن ماشي. 2011 خسر من الترجي و2019 خسر من الترجي. فريق كبير برضو الوداد برضو عشان نبقى بنتكلم بمنطقي. اليوم السابع الاهلي يتفوق على الوداد المغربي في صراع الالقاب الافريقيه. الاهلي قدر ان هو يحقق 24 لقبا، تاني نادي في العالم الاكثر حصدا للالقاب في تاريخ الكوره. 10 دوري ابطال افريقيا، 4 كاس الكؤوس الافريقيه، 8 كاس السوبر الافريقي، 1 كاس الكونفدراليه، 1 كاس الافرو اسيويه. اما الوداد 5 ألقاب فقط، 2 بطوله افريقيا للانديه، 1 كاس الكؤوس الافريقيه، 1 كاس السوبر الافريقي، 1 كاس الافرو الاسيويه. طيب كرة بلاس وحسامه على تويتر بيقولوا كل ما قدمه حكم مباراة الأهلي والوداد قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا. هنا بيتطرقوا لفيكتور جوميز الحكم المميز اللي إن شاء الله بإذن الله ما يتأثرش بأي تأثيرات خارجية ممكن إن هي تكون بتتعلق باتحاد أفريقي أو ممكن تكون بتتعلق بضغط جماهيري، لأنه هو في الأول وفي الآخر برضو يعني مش عايز أقول كلام يتحسب علينا، لكن في نفس الوقت ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق. طيب خليني بس اقول الاحصائيات سريعا قبل ما اعرض لحضراتكم الفيديو ده. جوميز لعب 8 مباريات للاهلي، حقق الاهلي تحت ادارته 5 مباريات انتصارات وخسر في 3. المباراه الاولى كانت في دوري ابطال افريقيا 2017، فاز الاهلي وقتها على القطن الكاميروني بهدفين دون رد. في دوري الابطال 2017 بنصف النهائي حقق الاهلي فوز على النجم الساحلي ب6 أهداف مقابل 2 تحت اداره جوميز. ثم خسر في 2018 بدور المجموعات من دوري الابطال مع كامبالا سيتي بهدفين دون رد. وفي 2018 بدوري الابطال حقق وفاق ستيف الفوز على الاهلي بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي، وذلك في مواجهه الاياب. وفي 2019 بدور المجموعات خسر الاهلي من فيتا كلوب بهدف دون رد تحت اداره جوميز. وفي 2020 ادار جوميز مباراه الاهلي ضد النجم الساحلي في دور المجموعات والتي انتهت بفوز الاهلي بهدف دون رد. يعني دي ابرز واهم الاحصائيات. يعني خليني بس اعرض لحضراتكم الفيديو ده، الفيديو ده مهم برضو للحظات دخول جماهير النادي الاهلي للاماكن المخصصه ليهم بمركب محمد الخامس قبل ساعات قليله جدا من انطلاق مباراه اليوم. يعني ناقص بالظبط 3 ساعات وربع على المباراه. فده فيديو من تواجد جماهير النادي الاهلي في المدرجات والاماكن المخصصه للجمهور الاهلاوي بمركب محمد الخامس. عجبني قوي فكره ان يبقى في بنرات تحاول ان انت تملى من خلالها الفراغات اللي موجوده. ليه بقى؟ لسببين. اول حاجه يبقى يعني انت حتى لو اعدادك مش كبيره غصب عنك فالبنرات تملى الاماكن دي، فيبقى الشكل كويس جدا واللعيبه تحس بتواجد عدد كبير من الجمهور. تاني حاجه
عشان الاماكن الفاضيه دي لو ما فيهاش بنرات ممكن خلال احداث المباراه تلاقي عدد من جماهير المغربيه دخلت. وفي الحقيقه وده مش بنعيب في حد والله ابدا، لكن دي حاجات حصلت فعلا. شفنا خلال مباراه الاهلي والرجاء قبل المباراه كان في خلل كبير جدا في دخول الجماهير الرجاويه للمدرجات في نفس الملعب. في ماتش برضو من ماتشات الوداد في البطوله حصل نفس الامر. فاحنا خايفين او مش خايفين طبعا، احنا في بلدنا تاني، لكن في نفس الوقت يعني وارد حدوث اي شيء خلال المباراه، يكون الامن غصب عنه، حصل اي حاجه. يعني كويس قوي ان يبقى البنرات دي موجوده، عشان يا جماعه هو المكان بتاعنا اهو محدد، ما ينفعش حد يجي هنا طبقا للاتفاقات اللي حصلت مع الاتحاد الافريقي ها ومع ايه الامن المغربي. فده شيء غايه في الاهميه. تحيه كبيره جدا لكل المجموعه اللي حاضره في المباراه النهارده من جماهير النادي الاهلي. طيب خلينا نروح لتفاعل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقه النهارده وتوقعاتكم لنتيجه مباراه اليوم، وكمان مين اللي يحرز الاهداف، لان مهم قوي تفاعل حضراتكم بالتحديد في مباراه مهمه زي دي. ونبتدي باحمد حنوره واللي قال 2-1 للاهلي يا رب باذن الله. ابو احمد عبد القادر وشريف هيجيب لنا بلين، بس هيتسبب او هيتحسب ولا لا دي من الفار. ماشي، هو يعني بيشكك برضه في الفار بعد الكلام اللي كان طلع امبارح، لكن كان في تاكيدات جايه من الناس ان الفار هيكون بنسبه 100% شغال طول احداث المباراه. يا مسهل. حازم محمد قال فوز الاهلي ان شاء الله 3-0، محمد شريف الشحات وبيرسي تاو، نتيجه تبقى كبيره وحلوه قوي بصراحه، لكن الاهم الفوز والله في كل الاحوال. يعني احمد حجي قال ان شاء الله الاهلي يكسب النهارده 2-1 شريف واحمد عبد القادر. طيب خلينا كمان ناخد عبد الله قال 2-1 للاهلي تاو احمد عبد القادر. طيب اخيرا خلينا ناخد محمد قال ان شاء الله الاهلي كسبان 3 شريف عبد القادر وحسين الشحات. يعني في تفاؤل، وتفاؤل ده ساعات بيبقى مطلوب جدا جدا من جماهير النادي الاهلي ومن كل المتابعين وكل عشاق القلعه الحمراء في كل مكان. وان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمنا باذن الله واحد احد النهارده، ربنا هيكرمنا بفوز على الفرقتين اللي قلت لحضراتكم عليهم، وعلى كل الظروف والعقبات والصعوبات اللي بتتحط في طريق النادي الاهلي عشان ياخد اللقب الثالث على التوالي. من مين بقى؟ من منظم البطوله نفسه، من الاتحاد الافريقي نفسه. تمام، الازمات اللي بتتخلق كل دي دوافع لازم ناخدها، لازم نحول الضغوط دي لدوافع بالنسبه لنا نقدر من خلالها ان احنا باذن الله نكسب الماتش. وبالمناسبه يا جماعه، لو ربنا مش كاتب لنا ان احنا نكسب الماتش، فالناس دي عندها رصيد كبير جدا من الالقاب والبطولات، وعندهم رصيد عند جمهور النادي الاهلي. المؤكد ان الكل عمل كل اللي عليه، المنظومه بالكامل عملت كل اللي عليها. يتبقى باذن الله التوفيق من عند المولى عز وجل ان احنا نلعب مباراه كبيره ونكسب ونرجع بالبطوله من هناك ونفرح كلنا مع بعض. دي كانت حلقتنا النهارده من الترند. استنونا في حلقات اخرى جديده من نفس البرنامج باذن الله، نكون معانا ال11 باذن الله. يلا سلام.